testing. Hello? تسمعوني؟ صباح الخير. أحب أن أشكر نقاط على دعوتهم لي لحضور هذا التجمع الثقافي الرائع والذي يهدف إلى تشجيع الفن والثقافة في الكويت. وأرجو أن تعذروا ضعف لغتي العربية. هذا ليش لازم أقرأ من الورقة؟ كانوا يسموني أم البدليات بالثانوية. وميتة بعرف الترانسليتر شون هيز غانا ترانسليت بدليات، لأن أحد التحديات اللي واجهتها عند كتابة هذه الكلمة هو صعوبة إيجاد الترجمة الحرفية لبعض المصطلحات المستخدمة عند شرح الفن المعاصر. موضوع كلمة اليوم هو ناشونال نوستالجيا، أو حنين الكويتيين إلى الماضي. في هذه الأيام وحين أزور أي متحف ألاحظ أنه أصبح مكاناً سياحياً بدلاً من كونه مكاناً ثقافياً. الحضور ينظر إلى الفن المعروض كمشهد ترفيهي. للأسف فإن معظم المؤسسات الفنية أصبحت تستخدم الفن كأداة تجارية بدلاً من أداة ثقافية. إذن هل نستطيع تقدير القيمة الحقيقية لأي عمل فني خارج إطار قيمة سوقية؟ على سبيل المثال، كيف يمكن للشخص أن يحلل ويفكر في سمك قرش ميت وهو من تصميم ديميان هيرست، كما يتساءل الناس عن فحوى لوحة غوينيكا للفنان بيكاسو؟ لا أقصد بأي شكل من الأشكال أن أقارن بين جودة ومستوى العمل. المقصود من هذه المقارنة هو قياس مدى أدراكنا وقبولنا للمجسم القريب الذي نراه الآن. هل يقصد هيرست أن القاتل قتل؟ هل يعكس هذا المجسم نظرة متشائمة للحياة، حيث تصبح الحياة محصورة في علب زجاجية بمتحف معقم؟ الحقيقة قد قالها الناقد والمنظر الأديب الأمريكي فريدريك جيمسون، إن ما خلقه هيرست هو بالحقيقة مجرد كولاج. فهناك على الأقل ثلاث طبقات في هذا العمل. نشاهد سمك القرش، وهناك أيضاً حوض السمك الكبير الزجاجي الأكواريوم، حيث أصبح هذا الحيوان المفترس كسمكة منزلية أليفة. وهذا بحد ذاته يعكس سخرية الفنان. ولكن يجب أن ننتبه لوجود عنصر ثالث، وهو العنوان The physical impossibility of death in the mind of someone living. استحالة حقيقة الموت في عقل من هو حي. من وجهة نظري أن هذه الجملة الفلسفية ليست خارج العمل بل من صميمه. وبناء على ذلك أحب أن أركز اليوم على إعادة طرح أسلوب copy and paste إلى cut and paste. أبدأ بمثال عن منتج محلي مبني على مبدأ cut and paste وخلق منه شيئاً جديداً. الكثير منكم قد يتذكر المسلسل قطعة 13 الذي عرض في عام 2000، وهو تكييف لمسلسل الأمريكي المشهور ساوث بارك. ويعتبر قطعة 13 أول مسلسل كرتوني ينتج في منطقة الخليج العربي. وفكرة هذا المسلسل مبنية على مجموعة من الطلبة، وهما سلوم، عزوز، حمود، عبود، واختفى الروحة. معظم هذه الشخصيات عبارة عن cut out أو تكييف من شخصيات ساوث بارك بعد تكييفها للمتابع الكويتي، ومن ثم خلق برنامج جديد. على سبيل المثال، كيني وسلوم ينحدران من عائلة فقيرة جداً ومحتقرين من باقي شرائع المجتمع. الاثنان يلبسان ملابس تغطي تقريباً كل الوجه حتى يصعب علينا فهمهم. لقد تم قطع ولزق هذه العناصر في منطقة جيوغرافية جديدة، ولكن مع بعض التعديلات حتى تناسب المجتمع الكويتي. فعلى سبيل المثال، سلوم مع شماقة لا يموت مثل كيني الذي يموت في كل بعض الحلقات في ساوث بارك، وهذا لأن الشعب الكويتي لن يتقبل فكرة موت الشخصية وعودتها في الحلقة التالية. أنا أنصح الحضور أن يشاهدوا مسلسل قطعة 13، لأنه بالحقيقة يعكس الكثير
من الأمور الاجتماعية والسياسية في الكويت وما زالت تنطبق على مجتمعنا حتى اليوم. فالروحة مثلاً شخصية مثيرة، فهي الشخصية المتفائلة الوطنية، بنت الكويت دائماً تغني أغاني وطنية ودائماً تلوح بعلم الكويت. أستاذ صالح وهو أستاذهم في المدرسة حائز على شهادة في الفلسفة من جامعة عريقة، وهو يشتكي باستمرار من زملائه في الثانوية الذين كانوا أقل ذكاءً منه لكنهم يحتلون الآن وظائف عالية، وهذا ليس بسبب قدراتهم ولكن بسبب الفساد الإداري والواسطة. وعندنا أبلعطيات وتغير بوحة؟ لا، عندنا أبلعطيات المصرية، سائق الباص الهندي، الخدامة ميري والممرضة الفلبينية وآخرين من يمثلون الطبقة الغير كويتية في مجتمعنا، وتم إبراز دورهم في هذا المسلسل حسب الستيريوتايب الكويتي. أغلب الحلقات تبدأ مع هؤلاء الأطفال وهم يشاهدون مسلسل تلفزيوني، وتبنى الحلقة على ما كانوا يشاهدونه على التلفزيون، ومعظم الحلقات تكون خلفيتها بوسترات أبراج الكويت وصور فنانين مشهورين، وهو ما أسميه كويتي كيتش. بالتوازي مع قطعة 13 أحب أن أشارككم بأحد أعمالي sooner or later، الآن أو لاحقاً. هذه القطعة هي من أكثر القطع الرمزية التي أنتجتها، وهي عبارة عن حوض سباحة ملون فيه ماء، لكن السؤال هو هل هذا الحوض نص فاضي أو نص ملآن؟ وحول هذا الحوض تلاحظون وجود دائرة خضراء كتب عليها علامات تحذير، ما يبون ننقوص فيه ولا أشياء غريبة كل اللغات، وهناك فتحة صغيرة يتسرب منها الماء تحت الحوض ببطء إلى الخارج. داخل هذا الحوض يوجد دلوين مقلوبين مثبتين في مكانهم بسلم. فوق السلم نشاهد رفاً أخضراً بنفس لون الدائرة الخضراء الموجودة حول الحوض لربط الجزئين معاً. على الرف يوجد راديو من الخمسينات وهو يرمز إلى السلطة والسيطرة. الراديو على قناة غير واضحة حيث يسمع المشاهد خشخشة مما يسبب إزعاجاً للمشاهد. الراديو متصل بنقطة كهرباء عالية يصعب الوصول إليها. الكهرباء والماء هما أيضاً جزئين مترابطين بالقطعة، وبالرغم من أن وجودهم معاً يشكل خطراً إلا أن المشاهد لا يقلق من هذا الخطر بسبب وجود الرف. هذه القطعة أو كولاج غير مريحة للعين ولا كتجربة، لكن يمكن أن يتقبلها المشاهد، وهي تعكس ما أحس فيه في بعض الأحيان حين أكون في الكويت. الهدف من هذا العمل هو أن أبين ثلاث أمور: أولاً الرخاء في الكويت ممثلاً بالحوض، ثانياً التسلسل الطبقي ممثلاً بالسلم، وثالثاً الصوت الخفيف المزعج من الراديو يعكس الكبت الذي خلقه المجتمع. فهذه القطعة تمتحن قدراتنا على المواجهة أو الهروب. هذه القطعة الآن أو لاحقاً وقطعة 13 يعكسان المايكروبوليتيك بالكويت، بمعنى أن كل مجموعة تتفاوض مع الأخرى لتحقق مصالح شخصية ولو قليلة. هوية الفرد منبثقة من هوية المجموعة، حتى النسيج السياسي اللي هو البودي بوليتيك في الدولة فهو عبارة عن كولاج من الأمور المقبولة اجتماعياً. اليوم لم نعد نبحث عن الوعود لمجتمع مثالي يوتوبيا، فنحن لا نستطيع أن نتخيل أن نعمل متعاونين لتحقيق هذا الهدف. لا نرى حتى جدوى من التفكير في هدف وطني واحد لبناء مجتمع جديد. إلى اليوم لا زال قاداتنا يستخدمون وسائل تقليدية لتبرير السلطة ولخلق وهم اليوتوبيا أو الدولة المثالية. وعودهم هي امتداد لما نحن عليه الآن،
هذا التوتر ما بين نحن عليه الآن وما يمكن أن نكون اختفى. إذن لهذا السبب أصبحت النوستالجيا أو الحنين إلى الماضي بهذه الأهمية اليوم؟ بدأت أفكر وأدقق بهذا السؤال بالبحث عن مشاهد تظهر الكويت المثالية، وبما أن الكويت دولة حديثة لم أواجه صعوبة في هذا الموضوع. هناك نقاش جاد ومهم اليوم حول تأثير الحداثة اللي هو المودرنتي وبما يسمى العصر الذهبي للكويت. كانت الدولة تستخدم وسائل عديدة لترويج الحداثة والتطوير، لكن أكثر ما شد انتباهي هو طوابع البريد بالكويت. طوابع البريد تنقل الرسالة بطريقة هادئة وخفية بعكس ما تراه بوسائل الإعلام الأخرى، ولذلك لم تلقى الاهتمام الكافي. لكن بالحقيقة أن طوابع البريد تنتشر حول العالم بدون أن يكون هدفها واضح، لكنها مؤثرة. إن الطوابع هو البروباغاندا المثالي، لأنه ينتقل من يد إلى يد ومن مدينة إلى مدينة إلى أقصى العالم، وهو رمز للدولة وتعبير واضح عن هويتها وثقافتها وحضارتها. Culture Fair عبارة عن مجموعة طوابع بريدية كويتية من عام 1940 إلى 1980 وتعكس عصر الحداثة في الكويت. شرحت وعدت لصق طبقات على كل طابع لمحاولة مسح الفكرة الأصلية للطابع واستبداله هو المقصود حين نسمع جملة زمان الطيبين. نحن نعيش في زمان نسينا فيه كيف نسترجع التاريخ بسبب انشغالنا بالتطورات السريعة. فذكرياتنا عن تاريخنا مبنية على الإيحاءات أو السيميولاكرز. نملك العديد من الذكريات من الماضي، لكن أبرزها هي تلك التي تنذكر في الأفلام، وهذا ما يسمى بالنوستالجيك فيلمز. على سبيل المثال، قد يكون باتمان أحد هذه الأفلام لأنه لا يمثل نمط معين أو فترة معينة، بل يعكس أنماط وفترات زمنية تخلق فيها هذا الحنين. في فترة الخمسينات كان باتمان بطل كتب هزلية، ثم تحول إلى مسلسل في الستينات، والآن أصبح مجموعة أفلام. هذه الإيحاءات أو سيميولاكرز تقطع الصلة ما بين الماضي والحاضر، وبما أننا فقدنا هذه الصلة أصبحت صورة المستقبل بعيدة وخيالية. هذا يقودني إلى قطعة فنية أخرى اسمها كيسن كازنز، وهو عمل مشترك أنتجته مع الأخ عادل أشكناني، وكان هذا المشروع جزء من Out of Kuwait Residency.
الفيلم يمثل أسرة كويتية في الستينات ويتحدث عن هويتنا خلال تلك الفترة. هذا الفيلم غير مبني على حقائق تاريخية، لكنه عبارة عن كولاج من الماضي عن طريق تركيب ذكريات وروايات خيالية. تم تصوير الفيديو في غرفة صممت كبيت كويتي قديم من الطين حتى تنقل المشاهد إلى الماضي. هذه الغرفة تخلق الجو المناسب لرواية ما يحدث داخل هذه الأسرة، بالرغم من القصة أن القصة سطحية، فهي تستخدم العادات والتقاليد للتذكير بالثقافة الاجتماعية لتلك الفترة. وحيث أن مشاهدة الفيلم يراد منها استخراج ذكريات من الماضي القديم، إلا أن المشاهد يدرك أننا لا نزال حتى اليوم نعيش في نفس هذه التناقضات. أحببت من خلال هذا الفيلم أن أبين للمشاهد أننا نركز على سلبيات الماضي التي لا نزال نمارسها في حياتنا حتى اليوم، بدلاً من التركيز على ما فقدناه. يبدأ الفيلم بالتصوير الأسود الأبيض وبصوت وصورة مشوشة، ونشهد آدتين مختلفتين وهما الراديو والبشتختة، وهناك مطربين مشهورين متناقضين وهما أم كلثوم وإلفيس بريسلي. وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين الأسطوانتين باللغة والموسيقى والمصدر، إلا أنه عند سماع صوت الأذان تتحد الأسطوانتين وكأنهم من نفس المجموعة. فيبدأ الأب والابن بالصلاة، ويتحول الفيلم إلى فيلم ملون. صوت الأذان يستمر، ونشاهد الممثلين بملابس كويتية شعبية وهما يستمران في أداء الصلاة. وعندما يدرك المشاهد أن المنظر الذي يراه الآن لم يعد يمثل الماضي، بل هو حالة موجودة في معظم البيوت الكويتية الآن. حتى نفهم ونستوعب معنى الحنين إلى الماضي، يجب علينا أن نفهم من نحن ومن أصبحنا. عندما ننزع هذه الطبقة من الكولاج، قد ندرك أن هذا الحنين لم يكن مبنياً على الحقيقة. وشكراً لاستماعكم. أنا لفت نظري، أحب أعرف منك يعني إذا هذه اللي تبي توصلينا له، إحنا فكرنا وياك إنه وتساءلنا، هل فعلاً الحنين للماضي هل هو جمود، أم هو في نوع من خداع النفس، أم هو أصالة؟ يعني ياريت بس توضحي لنا أنت شنو حبيتي تقولين. والله عندي مايك مشكورة. أنا أشوفها يعني أشوفها خدعة نوعا من المال، لأن نتأمل بأيام مثلا زمن الطيبين، ونتأمل ونفكر بهالأشياء من ناحية معينة، ما قاعد نستوعب التاريخ كله فرضا أو الكون مال التاريخ كله، بس نركز على الأشياء اللي ولهنا عليها أو نتمنى. حتى أنا مثلا اللي ما عشت هالزمن أتمنى إن نعيد هالزمن. ليش؟ أنا ما كنت أدري شنو صاير بهالزمن، فش من وين قاعد يجي هالحنين؟ وهالحنين أحس، وهذا اللي كنت قاعد أجرب أشرحه، هل هو لأن كان في نوع من الوحدة أو إن التوحد، أو كنا عندنا فكرة واحدة قبل الحداثة علشان نعيش الحداثة مع بعض، وكانت خدعة حق نفسنا، ولا إن في بعضنا ما كان يبون يستمرون بهالطريقة، أو إن العالم تغير بشكل سريع ما قدرنا نلحق عليه؟ فهذه أسئلة أنا مالي جواب لها يعني، بس ودي إن نفكر عن الحاضر قبل ما نقعد نفكر عن الماضي علشان نستوعب شنو كان الماضي. مساء الخير، يعطيك العافية. والعرض يتكلم عن نفسه، ما في أسئلة على العرض بشكل مباشر،
ولو اني مهتمني بس شوي اعرف الباك جراوند مالت حضرتك. انت مصنفه كفنانه بس واضح انك دارسه يمكن سوسيولوجي. لا لا والله اي اقرا وايد وماخذ كورسات بالسوسيو ايكونومي ما شاء الله جلوبلايزيشن وهالناحيه وكاتبه وايد عن الكويت بس حلو. الباك جراوند مالي كان بالهندسه المعماريه أساسا. ممتاز. انا سؤالي ما يتعلق على الارض لان مثل ما قلت يتكلم عن نفسه بشكل اعتقد يعني اكثر من واضح، ولو ان اللي تطرقت له هو يعني يمكن ابروتش بوست مودرن ما بعد الحداثه لقضيه الحداثه. صح. اي بس سؤالي هو يعني واضح ان احنا كل اللي بالغرفه يمكن نعرف بعضنا بعض ونتلاقى مع بعض في اماكن حقيقيه وافتراضيه مثل فيسبوك ودائما نكلم انفسنا. اللي تكلمتي عنه هو شيء يتعلق بالمينستريم يعني خارج المألوف ومهم انه يوصل للمينستريم. فسؤالي لحضرتك والباقي المشاركين شلون هالمسائل وهالاسئله اللي انا ما اعتبرها اجوبه ولكنها اسئله حقيقيه شلون ممكن توصل للمينستريم عبر اي قنوات؟ شكرا. والله اشوف هذا اليوم مثلا كنقاط is one way of doing it يعني. وثانيا من بالكويت يعني عندنا يعني طبعا احنا we're very socially active ندش بكل انحاء السوشيال ميديا يعني احنا we're I think one of the most active people in the world in that sense تقرع بهالموضوع. فاحس ان النقاش يعني through discussion forums ولا through more of these cultural events يعني احس ان الفن والثقافه بالكويت يعني is becoming more and more institutionalized واحس we need to have more more of يعني less specific يعني مو هل يعني more niche markets حق الكالتشر. فلازم we expand الكالتشر بالكويت much more علشان ما يكون شيء يعني عام، يكون شيء يعني اذا احد عنده مثلا فكره معينه بس it only targets a specific amount of people and they have an outlet. We need more outlets. هذا رايي. شكرا أسيل. شكرا.